أعطاني سلسلة عالمة، والتي يعلم الله أني أكن لها محبة صادقة نابعة مما عشته ميدانيا في هذه المنطقة الغراء. وربما أنا أتحدث هنا وتغالبني الدموع لأمر خاص جدا، فهذا اليوم 2 يونيو هو سيمثل ذكرى العمر في السنة الفارطة، في يوم 2 يونيو كنت هنا في هذا الربوع وتلقيت الخبر الذي انتظرته حياتي كلها، هو طبعا خبر سعيد وأتمناه لكم جميعا، ولا أدخل في التفاصيل، فلهذا تبقى مدينة أكادير. ومن حسن الصدف أن أتواجد في هذا التاريخ بالذات ها هنا في أكادير، وهذا يزيد من تعلقي بهذه الربوع وبأناسها الطيبين. حسن مكيات، أنا أولا وقبل كل شيء بالنسبة للماستر كلاس تعودت في مثل هذه المناسبات أن لا أحاول أن أكون أكاديميا أو أن أكون يعني محصورا في نطاق ضيق لما يمكن أن نتعرف على جميعا بالنسبة للماستر كلاس، فأنا أحاول أن يكون الماستر كلاس مع حسن مكيات أولا كجلسة حميمية مفتوحة كقلبي، ما هو مفتوح أمامكم، وأن نخرج جميعا بالمتعة، لأن الفن هو مجال المتعة، وإذا لم نستمتع أعتقد أنني سأكون فاشلا في هذا الماستر كلاس. الصراحة هي حسن مكيات أولا يعني بعجالة جدا، يعني بدأت تعلقي وشغفي بالمجال الفن ومجال التمثيل في منذ يعني الصبا، منذ الطفولة، خصوصا في المؤسسات التعليمية كنت دائما تلميذا نشيطا ولم أكن مشاغبا، لأنني كنت تلميذا نجيبا. بعد ذلك شاءت الظروف وأنا في دار الشباب أن أتلقى خبر مباراة التحاق بقسم تكوين ممثل في مسرح محمد الخامس الذي سيكون فيما بعد هو النواة المعدعين فن المسرح والتنشيط الثقافي، فالحمد لله اجتزت المباراة بنجاح، وبموازاة كنت أتابع دراستي لأن سنة 83 كانت هي سنة حصولي على البكالوريا في الأدب، ف يعني ولجت جامعة محمد الخامس كلية الأدب والعلوم الإنسانية شعبة الأدب أدب العربي، وفي نفس الوقت كنت أدرس يعني توقعي كان يعني الدروس كانت ليلية في مسرح محمد الخامس برئاسة الأستاذ عباس إبراهيم رحمه الله، إلى جانب ثلة من الفنانين الذين سيبصمون على مسار كبير في الساحة الفنية وفي الدراما المغربية، كما ذكر هو أسلف الأخ حافظ بن كميل، محمد خويي، عزيز الفاتح رحمه الله، عبد الكبير الكاكنا، عيسى الجيراري، رشيد الوالي، منى فتو، يعني تقريبا هذه والمخرج عزيز الخلوفي، هذه كانت يعني مجموعه طيبه ومجموعه الحمد لله يعني استطاعت ان ترسخ وتجد نفسها موضعا في الدراما المغربيه بكل امتياز. يعني كانت هنا الانطلاقه، وذلك يعني تعرفون انه في تلك السنوات سنوات الظلمات كان أن تجد فرصة للاشتغال صعبة وصعبة جدا، كان المجال الوحيد الذي ربما كانت فيه الفرص متاحة هو المسرح، أما السينما فكان مثلا مجال وطني السينما يجب أن تضيع 5-10 سنوات لتحصل على 5 أفلام ليكون هناك مهرجان سينما الوطني، لم تكن الأمور بهذه الكمية وهذه الطفرة وبهذا يعني الانتعاش والكم الهائل من الانتاجات. نفس الشيء كان ينطبق على الدراما التلفزيونية، فكانت يعني كنت ترى في سنة عمل أو عملين، فكان أطول مسلسل مغربي 8 حلقات، أطول مسلسل مغربي، وأنت يمكنك أن تخيل مسلسل 8 حلقات كم عدد الممثلين الذين سيشتغلون الدراما الإذاعية التي كانت نشيطة الآن أقفلت للأسف. يعني في هذا الخضم وفي هذه الأجواء
حسن مكياج سيظهر كممثل. طبعا كان فرص كما قلت لكم نادرة وقليلة والفرص تكاد تنعدم، وإذا أتيحت الفرصة يجب أن تعرض عليها بنواجد. الحمد لله عندما أتيحت الفرصة وبعد سنوات من انتظار وحتى وصلنا إلى درجة كلنا يمسدنا، وصلنا إلى درجة يعني الإحباط، رشيد الولي انسحب وذهب إلى مجال التنشيط. أكثر من سنة هو في دوزيم يوجد تدريبات من أجل أن يكون مرشدا، في الأخير سوف لن يقبل بعد كل هذه المدة. بعد ذلك خويي سيذهب للتجارة الحرة، عزيز علوي سيذهب لكمال دراسته في الجامعة، عبد ربي سينسحب إلى مجال دروس خصوصية لكي نعيش، لأن الأمور كما قلت لكم كانت صعبة وصعبة جدا. لكن طبعا عندما تأتي الفرصة يجب أن تستغلها كل استغلال. الحمد لله بعد طول انتظار وبعد أن أتت الفرصة الحمد لله يعني استطعنا أن نضع لنا بصمة، وكانت هي الانطلاقة لهذه المجموعة كاملة من الشباب الحسنيين. اشتغلنا في المسرح كثيرا، السينما ربما قليل ومقل، هذا سؤال أطرحه معكم لماذا؟ بالنسبة للدراما التلفزيون الحمد لله اشتغلت كثيرا من الأعمال، منها ما لا زال عالقا بأذهان المغاربة ولا زالت الأجيال يعني تعاود الاستمتاع به، منها مثلا رومانو برطال، إلا أنه أنا شخصية رومانو برطال شخصية برطال، رغم أن هذه الشخصية اكتسبت واحد نسبة كبيرة من النجاح، إلا أنني شخصيا لا أعتبره أهم دور في حياتي، لا أعتبره بتاتا. ربما إذا سألت أي ممثل يصعب أن يقول لك أني كنت ممثل في هذا الدور ولم أكن ممثل في هذا الدور، لأنهم الممثل يعتبر كل أدوار وكل شخصيات التي أداها بمثابة أبنائه. فلا أعتقد أنك تقول ابن تفضل ابن على ابن، ولو أن يكون شو قليل من التمييز، إلا كنت تحبهم تقديرا بنفس القدر وبنفس الكمل كل أبنائك، وهكذا أعتبر أدواري، وأنا مسؤول عن النجاح فيها أو الفشل فيها، ولا أميز بينها مهما كان ردود الفئة الجمهور. أعتقد برجالة أنا وحسن المكيات، وإذا من خلال مسار الحديث والأسئلة يمكن نتكلم في أمور أخرى، وشكرا لكم وأنا سعيد جدا جدا نكون معكم مرة أخرى. مجموعة من الأمور على سي حسن، أنا غنبدأ نطرح واحد السؤال في البداية. سي حسن، أنا منذ صراحة حاليا اختلطت التفاهة بأشياء أخرى، مجال الأعمال التلفزيونية والدرامية والسينمائية، ما نقولوش كلشي خايف أكيد، ولكن مجموعة من الأمور اللي ما بقاتش واضحة، ولات القضية ديال بوك صاحبي هذا صاحبي، هذه مجموعة هذه ما مجموعهاش، هذا خصهم يدوز مع هذا، الآخر يدوز مع هذا، المخرج هذا، المنتج هذا. أنا جوج أسئلة ومن بعد نشوف الإخوان والجمهور ومن بعد نطرح لك أسئلة اللي ربما. السؤال الأول، واش كتشوف أنت حاليا في 2024 واش كانت سلسلة رومانو برطال لو كانت صايبت في 2024 كانت غتلقى النجاح اللي لقاته هذه الشهر؟ السؤال الثاني، أين هو حسن مكياج ضمن هذا الشيء اللي هضرنا على هاد الناس وهاد الوضع اللي كاين دابا، الوضع في المجال الفني السينمائي في المغرب؟ واش حسن مكياج ما عندوش شكاية؟ واش حسن مكياج ما فكرش انه حتى هو خصو يتموقع؟ واش حسن مكياج ما فكرش يمشي لشي حزب باش يدفع به باش يكون نجم؟ علاش حسن مكياج ما كاينش في الافلام التلفزيونيه قليل سينمائيه، رغم انه حسن مكياج من بين الممثلين ومن بين الفرق يعني المسرحيه التي تحضر حاليا، فعندها مجموعه من الجولات وكاين حضور قوي وعنده جمهور قوي، وللاسف
من غير المواقع الالكترونيه وهنا التلفزه المغربيه ما كنقولش هذا الشيء، وكانت التلفزه المغربيه تنقل العروض المسرحيه اللي كيدير لها السي حسن لمجموعه من الفرق المغربيه، يعني كاين نقل ولكن قليل. كون شافوا حسن الفكاهي والمسرحي قريت بوجهه وندوزو طبعا السؤال الاولي هو بخصوص رمضان برطال، اعتقد انه دليل الجواب الجيل رمضان برطال انتجت في 2007 2007 وكانت عندها قصه هاد رمضان برطال متصل بها عفوا شركه الانتاج تحدثوا لي على بعمل ديال 60 حلقه وقالوا لي غادي ننتجوا أربعة حلقات كتجربة مع القناة الثانية، وإلا نجحت هاد أربعة الحلقات راه عندنا وعد واتفاق ديال 60 حلقة. أوكي، والسيد المنتج قال لي هذا رهان خاصنا ننجحوا فيه، لدرجة أنني لم أناقش التعويض ديالي، وإلا كنت كنتكلم على التعويض ديالي اللي راهو جابين ماشي مشكل، لأن ملي غيتكلم معك يقول لك هذا عمل إلا نجحنا فيه أنا غادي ناخذ 60 حلقة ما كتبقاش تناقش بعض الحيثيات. وهم الصدف انه كانت دوزيم مراهنة على مسلسل ديال 30 حلقة شفيق السحيمي. اول مرة دوزيم كانت غادي مسلسل في رمضان ديال 30 حلقة، الا انه لم ينجز في وقته فاصيبت دوزيم بالاحباط، وكانت النتيجة أنها ما عندهاش أعمال درامية اللي تحاول تستقطب بها في وقت الذروة على غير القناة الأولى تستقبل يعني تستقطب الجمهور، وعندنا استقطاب الجمهور يعني استقطاب يعني السبونسور الراعي أو المستشارين، وتعرف أن هذا مورد من المواد المهمة بالنسبة لأي قناة، فما وجدتش ولقات أمامها فقط أربعة حلقات اللي انتجناه في ايت بوغماز، وكانت كتمر كل حلقه الخميس، وتصوروا انه اربع حلقات في شهر برمتي بكامله من الخميس للخميس خلق ضجه لم يخلقها مسلسل او مسلسلات ديال 30 حلقه، فكانت هذيك الانطلاقه. علاش نجح رغم اربع حلقات؟ دابا الان الجيل ديال الان اللي ما كانش ما تبقى ما تخلقوش في 2007، الان انا كنتلاقى وليدات صغار 20 10 سنين 15 عام اقل كيتكلموا على رمضان برطال وكيشوفوا رمضان برطال في اليوتيوب او بحال هكا كيشوفوها كيشوفوها بشغف وكيتحدثوا عليها وكيتحدثوا على الشخصيه ديالها. السر في هذا هو انه رمضان برطال خلقت الاجماع ديال الاسره المغربيه. اول شيء كيتفرج فيها الجد والجده الاب والام والابناء والاحفاد وكل شيء كيتفرج اسره مجموعه، هذا وعامل من عوامل النجاح ديالها. العامل الثاني انه عمل يشبهنا، عمل مغربي يشبهنا بتراثنا بتقاليدنا بثقافتنا بموروثنا المادي الى اخره، يعني عمل منا والينا. والمغربي كتعرفوا ان المغربي ملي كتكون شي حاجه ديال تمغربيت راه لا يعلى عليه مهما كان. المغربي ما يمكنش تقول له الكسكسو يقول لك شي حاجه احسن من الكسكسو، احسن من الصطيله، احسن من الطاجين، ما يمكنش. فهمت الجلابه ديال المغرب والتقفطان ديال المغرب ما كاينش رغم تغير الاجيال والحضاره والى اخره لا يعلى عليها. اذا كل ما هو مغربي صميم ما يمكنش المغرب ما يبغوش، هذا من اسباب النجاح ديال. والا كانت رمضان وبرطال الان الناس كيسولوا في شارع كيقول لك علاش ما كملش رمضان وبرطال، علاش بغينا شي حاجه بحال رمضان وبرطال. دونك هي اسباب يعني ربما من اسباب النجاح، ولما نتكلم على الممثلين ونتكلم على شي حاجه اخرى ومسائل تقنيه كنتكلم غير على بعض الاسباب اللي ممكن تكون اسباب في نجاح اعمال اخرى. فلهذا الا سولتيني الان رمضان وبرطال الا تعاود نجح غنقول لك غادي يكون عندها الجمهور ديالها، لان ديال التمغربيت شي حاجه مغربيه ديالنا وكتخلق اجماع. منو غادي ننتقل للجزء الثاني او السؤال الثاني ديالك اللي هو هذا الكم الهائل، شنو وقع الان
واش كاين اجماع، نطرح السؤال واش كاين اجماع ديال الاسره المغربيه على هذا الاعلان؟ اعتقد ما كاينش. الان الاسره المغربيه ما تقدرش تجتمع على سيت كوم فرونتال ولا على شي مسلسل. وشفنا مؤخرا مجموعه ديال الاعمال اللي خلقت ضجه، وناس الجمهور كيتلقاو في الشارع كيتشكاو ليا، بعض تكلموا على بعض الاشياء اللي هي ماشي ما موجوداش. دابا حنا كان خصنا نفرقوا، ما نتكلموش على كظاهره. اسمحوا لي ربما هنا كاين دراري صغار وداكشي، باش ندخل في لي ديتاي. كاين بعض الاشياء اللي ما اعتبروهاش هي لكل قاعه، كل قاعده هذا استثناء، والاستثناء يؤكد القاعده. ما نبنيوش على الاستثناء كانه قاعده وكانه يعني امر عادي وانه منتشر ولا كذا. نتكلموا عنه للاسف ما نقدرش نتفصل شويه، ولكن ربما غادي تفهموا واش بغيت نقول. لان بعض الامور ما كنقدروش نتكلموا عليها في اسره قدام الاب ديالك وقدام الام ديالك، رغم انها كاين موجوده، ماشي ما موجوداش، ولكن بين كمجتمع مغربي ولا اي مجتمع مسلم راه في هذا الامور هذه هي موجوده، ولكن ما خصناش نحدوا عليها كانها ظاهره وانها استثناء. تبقى استثناء يعالج في واحد الاطار معين، يمشي عند ما نعرف انا، يمشي ولا عند ربما الناس المتخصصين في علماء النفس او شي حاجه من هذا القبيل. ولكن التلفزه المغربيه راها الاعمال تنتج من اموال دافع الضرائب، فلوس كنتا وفلوس انا وفلوس هذا وفلوس الاخر. اذا خاصنا كنا ملي نتفرجوا في التلفازه، تفرج انت وتفرجنا وتفرجوا، كنا خاصنا نلقاو شي حاجه نتفرجوا فيها. فهمتي شنو نقول لك؟ خاصها تحترم قيمنا وتحترم مبادئنا وتحترم موروثنا وتحترم مجتمعنا ككل. احنا مجتمع مسلم امازيغي عربي موريسكي افريقي كما بغيت تحسبوا، في هذا المزيج هذا هو اللي هو مصدر لغنى ديال الثقافه ديالنا. كنخليو هادشي كامل وشي نهضروا على شي حاجه من الشذوذ، ما الشذوذ ولا هكا، ونحاول ندخلها في رمضان. انا بالنسبه ليا كاين كثير ما يتقال، وتاريخنا غني، ولهذا خصنا نشوفوا شي حاجه في التلفزه المغربيه، شي حاجه ديالنا نلقاو فيها راحتنا، وتفرج انا وبو، وتفرج انا وامي، وتفرج انا ولادي، وما يكونش حرج. هذا هو علاش انا الشيء بالشيء يذكر، فهمتيني؟ واللبيب والإشارة يفهموا. أنا شخصيا عندي مبادئ، أنا يمكن لي نجلس بالجوع، والله أعلم أقوم شهيد، وما نخدمش في شي حاجة لا تتطابق مع قناعاتي ومع أخلاقي ومع ديني، مهما يكون، ولو نموت بالجوع. ماشي يغريني فيلم ولا يغريني مسلسل ديال 30 حلقة ولا 30 مليون، خاصني ندير شي حاجة لأن سنذهب وتلك آثارنا تدل علينا. خاصني نخلي الأثر طيب، خاصني نخلي الذكر طيب. غنمشي أنا مثلا نتكلم على السي حسن ونتكلم مثلا على هشام، الحمد لله ملي كنخرجوا تنلقاو راسنا مرفوع، لأن ما عمر شافوا علي ولا عمرهم شافوا علي شي حاجة خايبة. نهار وقع داك الشيء ديال التنمر اللي ذكرتي، انا هنا اسمحوا لي ربما نطول شويه، وقع ذاك المشكل، تخلق لي مشكل مع البنيسه ديالي الى اخره. فكنا دخلت في الاجراءات القانونيه ودينا المسطره الى اخره، الحمد لله كان مجموعه من المنظمات الحقوقيه ومجموعه من المحامين اللي تبناو القضيه ديالي. في الاخر اتفقنا، قالوا كذا، قلت لهم لا ما كانتكمش الفلوس. المحامي اقترح عليا 100 مليون، قلت له لا، الى 100 مليون غيقول لك رانا كنقلبها على الفلوس. قلت له درهم رمزي، قلت له درهم رمزي، غنجري ونجاري على درهم رمزي، مساله ما عندها علاقه ما هو مادي. وكانت مساومات ورفضت المساومات، رفضت المساومات وتنازلت على جوج الحوايج، لان لقيت المغاربه كاملين ضامنوا معايا. وملي كنمشي للتعاليق مثلا ديال شي موقع ولا شي فيديو مليح في يوتيوب ولا في شي يعني هذه وسائل التواصل الاجتماعي، كنلقى التعاليق. والله هذه التعاليق المغاربه على راسي، ما عمري نسى خير المغاربه. اش بغيت نمشي محكمه ولا شي بغيت نمشي تعويض ولا شي حاجه، ملي كنت المغاربه كيكتبوا كيقول لك هذا السيد ما عمرنا شفناه في شي عمل يخل
الاداب والاخلاق ديال المغاربه يكفيني هذا فهمتي. واللي بغى داكشي الاخر ربما راه الابواب مفتوحه ومشرعه ويدخل في داك الخضم وهذا راه ما غيجلسش في الخدمه ما غيجلسش في الخدمه. طيب باش نحاول شكون الوايد سيدي شكرا على الاهتمام وشكرا على السؤالين الجميلين. بالنسبه لفندق المغرب العربي اللي هو انتاج تونسي واشتغلوا فيه مجموعه من الممثلين كان ممثلان من ليبيا عفوا ثلاث ممثلين من ليبيا وممثل من المغرب كان المفروض ان يكون ممثل من الجزائر ولكن ما التحقش فباقي الممثلين كانوا تونس وانتاج تونسي. الحمد لله يعني هذا العمل انا اعتز به لان اولا اول مشاركه دوليه في عمل من هذا النوع هذا ما يمكن الا يكون اضافه لرصيد حسن المكيات. والحمد لله كان تفاعل التجاوب ديال الاخوان في تونس كان جميل جدا وقدروني واحترموني وتعرفوا الرصيد ديال حسن المكيات يعني من لما اتصلت بحسن المكيات عرفوا شكون هو حسن المكيات عن قناعه واقتناع يعني باش. والحمد لله اعتقد انه كانوا فخورين بالمشاركه ديالي وكانوا راضيين جدا جدا على العمل والتعامل ديالي بجوج. يعني انا اعتقد انه ما كنتش كنمثل غير ممثلين المغاربه كنت كنمثل المغاربه ككل لا باخلاقهم لا بثقافتهم لا بوعيهم لا بتعاملهم. يعني كتمشي انت كسفير المغاربه خصك تعطي واحد يعني واحد فكره مزيانه فكره جيده وطيبه على المغاربه باش كتمشي اثر وتدور تمشي كيقول لك المغاربه تبارك الله انت ما شاف غير واحد ولكن يقول لك المغاربه تبارك الله فهمتيني فنانين قلبا وقلبا الى اخره كتاخذ هذه الامور كلها تاخذها بالاعتبار. الحمد لله كانت تجربه جميله والى حد ما انا راضي عنها. ثاني شيء بالنسبه للسؤال الثاني بالنسبه للاعمال العربيه غادي نفاجئك عبد ربه الاخ هشام بهلول هو شاهد على ما ساقول. كان بطل ديال مسلسل اموت اخ هشام بهلول
وعضو ربي اللي كان باللغه العربيه الفصحى وشارك فيه الراحل محمد حسن الجوني اللي توا كمان الابطال ديالو الى جانب الابن ديالو الراحل انور جوني الله يرحمه. الاخراج كان ديال فاطمه وفكري. هذا العمل كان باللغه العربيه الفصحى وعضو ربي هو الذي اشرف على التدقيق اللغوي. اشرفت مع فاطمه وفكري اشرفت على زوج اعمال كمدقق لغوي اللي هو الكامل خماسية الكامل سي هشام حضر معنا تبارك الله ما شاء الله ومسلسل أمود بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال خصوصا المسرحية. كنت كنشرف حتى ملي كنت في مسرح اليوم مع توليا جبران وعبد الواحد العسري كتكون النصوص باللغة العربية عبد الواحد به هو الذي يتكفل بشق التدقيق اللغوي والمرجعة. نفس الشيء بالنسبة لمجموعة ديال المسلسلات والأعمال في الإذاعة المغربية الحمد لله كنت كمدقق إلى جانب ممثل كنت أشتغل كمدقق لغوي بحكم أنني ابن الأدب العربي ودراستي الجامعية للأدب العربي بالدرجة الأولى النحو والحمد لله كنت متميز في هذه المادة ولا أكتمكم سيرا أني كنت أحصل على النقطة الأعلى على مستوى الكلية ككل في مادة النحو. للأسف رغم أنني اشتغلت في مجموعة الجرائد وكتبت في مجموعة الجرائد الحمد لله مجموعة الجرائد بسيط كبير إلا أنه لا أحد ملي كتكون أعمال أجنبية باللغة العربية مثلا في المغرب مجموعة ديال الأعمال اللي كانت مسلسلات لا أحد يتصل بحسن ميكيات رغم ربما أنا من واحد المجموعة اللي محصورة سي هشام راكي عارفة قلالين الناس اللي كي يعني اهتمامهم باللغة العربية كبير من الممثلين كاين اللي كتلقى ممثل غالبا عليه اللغة الفرنسية أو شيء من هذا القبيل ولكن بالنسبة للغة العربية الفصحى كتلقى واحد النسبة قليلة اللي يعني يجيدون فعلا يجيدون تحدث لا نطقا ولا مخارج ولا 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 لكن لا أحد يتصل بحسن ميكيات. السؤال لماذا؟ الله أعلم. هذا العمل هو اللي دازت ولا لأن أنا لا ألوم الإخوان اللي في المشارقة اللي كيجيو للمغرب يجيو الأعمال ألوم شركات في الإنتاج المغربية هي اللي كتكلف لهم ولا هذوك الناس اللي كيتكلفوا لهم بالمغرب اللي هما اللي كيتكلفوا بالكاستينغ ولا يعني كالاتصال بالممثلين وكيقولوا عندنا مثلا هذا الممثل وهذا الممثلين لاحيانا انا ما بغيتش ندخل في التفاصيل على اي كيبقى هذا السؤال انا كنطرحه معكم هذا السؤال كنطرحه معكم علاش ما كنعرفش هذا هو اللي نقدر نقول لك شي حاجه اخرى ما شي اجابه اخرى ما عنديش اجابه شكرا. واللي براس في رومانا وبرطال كنت كدير تدقيق في واحد الجريده في ايامات العز ديال الاعلام الصحافه ديال بصح وكنت ربما على باب انك تمشي مهنيا في هذا المجال كما انك مارستي كره القدم ومارستي التحكيم كنت حكم في قسم اللي هو قسم الثاني ياك على الجامعه قسم الثاني حكم جامعي شنو التغيير ديالك هذا المسار هذا شنو كنتيش كتشوف انك ربما كنتي تمشي بعيد في الرياضه او في الصحافه على المسرح على المسرح وعلى الاعمال التلفزيونيه وما شابه ذلك ومن الحب ما قتل شوف حتى السي هشام راه كان يكون لعيب كبير ما كتعرفوش انا كنعرفو السي هشام بهلول كويري رقيقي وبشهادة عبد ربي اللي كان يفهم شوية في الكورة ولعب معايا وتفرجت فيه لا لا شوف قال لك العارف شوتو فهمتي شفتو كفاتو العارف شفتو كفاتو هو شوف انا اشتغلت في الاعلام مجموعة من المنابر الورقية بالموازات ملي كنت تندرس في الجامعة وكنقرا المسرح اشتغلت كتبت في العالم وما ادراك ما العالم في سنوات الثمانينيات عبد
كريم غلاب، البقالي، مجموعة كبيرة على الخضرية إلى آخره. وكتبت كان يهز ديك الجريدة تأباط شرة، تعرفوا معناها تأباط شرة؟ جريدة أنوال، وما أدراك ما جريدة أنوال، ديال منظمة العمل وسيدي الله يذكره بخير. كنت كنكتب في أنوال في الصفحة الثقافية مع سعيد قطين وبعدي عراضي، هي غير الفطاحينة. وكتبت في الميثاق، ميثاق الشباب، ومن بعد كنكتب في المنعطف. وواحد الوقيته اشتغلت مع واحد المؤسسة كمدقق لغوي مجموعة من الجرائد، جرائد جهوية، مدقق لغوي. كان يعني قبل ما كيدوز للطبع كان كنشرف على التدقيق، صح على كان شي أخطاء لغوية أو نحوية. هذا هو المجال الارتباطي بالتعليم، عفوا بالإعلام. من بعد الرياضة، الكرة، غنعاود لكم بحال شي نكتة باش تضحكوا شي شوية. أنا كنت حماق على الكرة، ومراتي الآن زوجتي باقي كتقول لي درتي، ما عنديش الدرة، درتي هي الكرة. كنقول لها الحمد لله منفوخة عبر الريح. الكرة كنت كنلعب حارس مرمى، والحمد لله كنت حارس مزيان. واحد الوقيته اكتشفت أني قصير القامة، قصير القامة بواحد الشكل ما غاديش نمشي بعيد نحقق الحلم ديالي كلاعب دوري يمشي بعيد. فقلبت مشيت للتحكيم، تفوقت في التحكيم الحمد لله، دوزت الأقسام الصغرى، العصبة، تفلقنا، خيطنا، مشيت نجحت في الامتحان ديال باش نولي حكم جامعي، نجحت فيه. نجحت دوزت عامين، وكنت مع مجموعة ديال الحكام، منهم سعد بالقول الله يرحمه، كانت برومو ديالو، القزاز، العرجون، غير اللي بغيتي نقول لك. المهم غير كانوا غير يهوما، منهم جيد الأب، كان أستاذ ديالنا ديالكم سي جيد الأب، قبل ما يكون جيد الإبن. مجموعة ديال الحكام اللي كان عندهم باع طويل واسم كبير، ولكن في نفس الوقت غادي تجي واحد المسرحية واللي غتلقى واحد النجاح كبير جدا، هي مسرحية ديبلوم تربوكا في 98، وأنا قطعت الجامعة في 95 كحكم جامعي. ف هاد المسرحية لقات واحد يعني واحد الإقبال كبير، لدرجة أنه في الشارع وكانت تدور الدعاية في التلفزيون كتخرج كتسمع مليون، جوج، إلى آخره. فوليت معروف بزاف عباد الله. هذا آخر مباراة كانت عندي، لواحد المباراة مصيرية كانت القسم الثاني، وفيهم فرقة اللي غادي تطيح، فرق جوج فرقي، وحدة فيهم غادي تطيح، يا شباب مريرت مع اتحاد فاس، واللي خسرات غادي تطيح. فمشيت مع واحد الحكم اللي ماشي بالتريو ديالي، التريو ديالي كان هو الحاج غيات، مشيت كنساعدو لان المباراة كانت مصيرية، وإذا بهم مريرت مدينة صغيرة. سالت المباراة ما كان الحمد لله حتى مشكل، مريرت تربحو بالكرة، الآخرين خسروا بالكرة، كلشي راضي الحمد لله ما كان حتى مشكل. ولكن المشكل اللي وقع هي المدينة كلها تكبت على حسن المكية تبقى تصور معاه. تما عرفت راسي يا إما هاك يا إما هاك، الجمهور ديال الكرة ما تعرف لا أمو لا باه لا ختو لا خوه، ما تيعقلش عليك. تهزا واخا هي أرجور، إذا كانت الضو راه ما يعقلش عليك. الجمهور ديال الفن تيبقى جمهور تيحترمك تيقدرك، دونك اخويا مشيو عند الناس اللي تحترم ويقدروا لي والله يجعل البركه. هما الكره 45 غادي تسير. انا راه جاتني مشكل حسن مكياد حكام، ما بغاش تدخل لي الراس. لا دوزت من 89 حتى 98، 9 سنين. يعني 6 سنين ديال التحكيم في العصبه و 3 سنين في الجامعه. حكمتيني صاحبي. على فكرة التحكيم دوزو في واحد الوقت اللي كان الحكم يدخل وكيودع، فكانت أنوال الرياضية شوية مشيت للمنتخب، شوية مشيت لأبو ظبي سبور، وكان دوز واحد الماتش ما بين يعقوب المنصور واليوسفية الرباطية، وهاد جوج معروف يعقوب المنصور والتقدم راه اللي كيعرف الرباط راه هادو هما، وخرجوا في الله ومشاو للسبيطار. من كان من تما واقيلا ودعت ياك؟ لا لا لا
هذه كانت مباراة العام الأخير اللي في يعني في الأسرة يعني قبل مثل الجامعة، وكانت مباراة مسيرية بجوج فرقي في القسم الشرفي الثالث، ديك الساعة باقي ما كانش القسم هادشي ديال الهوات مباشرة القسم الثالث غطى القسم الثاني، كانت اتحاد ليبيا منصور وليسوفيا الرباطية واللي تكلاصات فيهم الأولى غتمشي للبرج باش تطلع، وكان آخر مباراة ويعقوب منصور اتحاد ليبيا منصور كلاسية الأولى بالنقطة على اليوسفية الرباطية، اليوسفية الرباطية هي مستقبلها هي الثانية، إلا ربحت اليوسفية الرباطية هي اللي غتمشي للبراج، يعقوب منصور غير تعادلت هي اللي غتمشي للبراج. للأسف أنه وقت خمسة دقائق واحد البيت ديال يعقوب منصور كان نتيجة واحد لواحد، يعقوب منصور غير كيدافعوا باش يبقاو تعادل، واحد شي واحد لواحد كرة غير طايشة الجول مع كي دوزيام ايطاب كلها ما لعبش تتمشي الكونسونطراسيون ناس الكرة كيعرفوا هذه دخلات قاستو في دو دخلات وعاود رجعها، طلعت انا للسونتر ما بغاوش اخرين جاو في القوني اربعة الغرزات هذا هو في سبيل الكرة طيب هذا بروجيكسيون مازال ديالنا طيب نستمر في لا اقتراح انه جمع الاسئله اللي بقات واعطي يجاوب في نفس الوقت باش ما تكونش نشيت شهاده بالنسبه للاخ العزيز والصديق وممثل الرائع الفنان الكبير سي حسن ميديات شهاده بحقه لانه ممثل يعني يتدرج في المدارس والاشكال ديال التعبير لا الجسدي ولا من غير اللغه، لا نتكلم عن اللغه ولكن بالنسبه للتعبير الجسدي كاع المدارس والاشكال سميتو تميز فيها من بين التجارب ديالو اللي خدمت معاه انا فيها ومع في عمل يمكن نخامر ليه الذاكره ديالو واحد شويه وندير ليه واحد ليفي هي جلبه الشياطين ديال اخراج محمد خميس. وهاد المدرسه اللي خدمنا عليها واشتغلنا عليها هي مدرسه ديال الكوميدي دي لاتر يعني لي بوفون باش ممثل يعني خدم في الهوات وخدم مع المحترفين مع عزري خدم مع مجموعه ديال المخرجين باش يتوصل انه يتقن دور ديال شخصيه في الكوميدي دي لارتي كوم ان بوفون زعما كان كيبقى يعني شهادة لأن هذا السيد متمرس ومتمكن لا على مستوى المدارس لا بالنسبة لسميتو المدرسة السيكولوجية ولا التعبيرية ولا التجريب ولا العبث ولا كيبقى ممثل رائع. ومؤخرا أنا شفت لي عمل ديالو ديال النمس دور ديال النمس يعني في كل مرة يخلق طفرة لإنتاج شيء ما كتعبر على انها قامة فنية مغربية تتعدى المستوى الوطني تصل الى العالمية رغم ان الله يهدي الناس على الفنانة ديالنا كيوصلوا هما بإبداع